الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، لا نزال في سياق الفوائد المتعلقة بحديث عائشة رضي الله عنها وأمي سلمة رضي الله تعالى عنها، وأظن وقفنا عند فائدة أنه من أدلة التيسير، أنه يدل على أن الشريعة مبناها على التيسير والسماحة. طيب، نواصل بإذن الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا إن كتاب الله عز وجل يدل على صحة صوم الجنب أيضا، يدل على صحة صوم الجنب أيضا، وذلك في قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فأباح الله عز وجل للرجل أن يجامع زوجته في كل جزء من أجزاء الليل، وآخر جزء من الليل قبل الفجر يصدق عليه أنه من الليل الذي يجوز فيه الجماع. وبناء على ذلك، فلو أنه فرغ من جماعه قبل طلوع نور الصبح بثوان فإنه لا يكون بذلك قد فعل حراما، وإنما جامع زوجته في الليل، فيقتضي هذا أنه يغتسل بعد طلوع الفجر، فيقتضي هذا أنه لن يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فيقتضي هذا إباحة أو إباحة الوطء في ليلة الصيام كلها، ومن جملتها الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يتسع للاغتسال، فيكون اغتساله بعد طلوع الفجر بلحظة. وهذا دليل على أن القرآن أيضا دل على جواز تأخير الاغتسال أو صحة صوم الجنب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا: إن قلت وما الحكم لو طلع عليه الصبح وهو لا يزال يجامع، وما الحكم لو طلع عليه الصبح وهو لا يزال يجامع؟ الجواب: اتفق الجميع على وجوب النزع في هذه الحالة، فيجب أن ينتهي جماعه، لأنه دخل في الوقت الذي لا يجوز فيه الجماع، فقد اتفق الفقهاء على وجوب النزع في هذه الحالة. ولكن هل يجب عليه الكفارة بالنزع أم لا؟ هل يجب عليه الكفارة بالنزع أم لا؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن أهل العلم من قال يجب عليه الكفارة، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، وهو الذي اعتمده صاحب الزاد بقوله: والنزع جماع. وذلك لأن من ينزع ذكره يحس بلذة الجماع وحرارة الفرج، فإذا هو في حقيقته مجامع حتى وإن كان ينزع. فبما أننا أدخلنا النزع في مسمى الجماع، فإنه يجب عليه حال النزع كفارة، هكذا قالوا رحمهم الله تعالى. بينما ذهب فريق من أهل العلم وهم الأكثر على أن النزع لا كفارة فيه، ولا جرم أن هذا القول هو الحق في هذه المسألة إن شاء الله تعالى. فإن قلت ولما، نقول: لأن المتقرر عند العلماء أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة، وهي قاعدة مفيدة وطيبة. والإنسان إذا طلع عليه الصبح وهو يجامع ثم نزع ذكره من فرج امرأته، فهو لا ينزعه من باب الاستلذاذ والاستمتاع بالجماع، وإنما ينزعه من باب التخلص من الوقوع في الحرام، فهو باشر النزع ليتخلص من الحرام،
والمتقرر أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة، وهذه القاعدة من القواعد النافعة لطالب العلم، وعليها فروع كثيرة ذكرتها في غير هذا الموضع، وتجدونها مشروحة في كتاب تلقيح الأفهام في القواعد الفقهية. ومن فروعها حتى تفهم، لو أن الإنسان سرق سيارة وذهب بها إلى بلاد بعيدة، ثم تاب الله عز وجل عليه وأراد أن يرد السيارة، فيجيز له الشارع أن يركب السيارة المسروقة ويمشي بها في الطريق، لأنه بهذا الفعل إنما أراد أن يتخلص من الحرام، فهو باشر الحرام ليتخلص منه لا ليستمتع به أو ينتفع به، ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. ومثال آخر، لقد تقرر في القواعد والأدلة أن مباشرة النجاسة لا تجوز، فلا يجوز للإنسان أن يمس النجاسة أو يرضى بوجودها على بدنه أو ثوبه، فمخالطة النجاسات ليس من دين الإسلام، لكن إذا تغوط الإنسان أو بال أكرمكم الله فإن الشارع يأمره أن يباشر إزالة النجاسة من فرجه بيده، بأن يغسل هذه النجاسة عن مخرجيه بولا أو غائطا بيده اليسرى، بيده اليسرى، لأن الإنسان لا يباشر النجاسة في هذه الحالة لإرادة الاستمتاع أو الانتفاع أو الاستلذاذ بمباشرتها، وإنما لا يباشرها إلا ليتخلص منها، إلا ليتخلص منها، ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. ومثال آخر، لو أن مسلما أسر في بلاد الكفر ثم رأى أنه لن يخلصه من أسرهم إلا أن يوافقهم في بعض الأشياء من باب التقات والمدارات، فلا بأس عليه بموافقتهم في ذلك حتى وإن كان ما وافقهم فيه حرام، حتى وإن كان ما وافقهم فيه حراما في ذاته، إلا أنه لا يريد بهذه الموافقة الاستمتاع أو الاستلذاذ بمواقعة هذا الحرام، وإنما أراد أن يوافقهم ليتخلص من شرهم وأسرهم، كإظهار موالاتهم أو التحية لعلمهم أو لبس زيهم العسكري أو مدح رؤسائهم وسياساتهم أو الوقوع في شيء من بلاد الإسلام أو حكام المسلمين أو علماء المسلمين، فهذه الأمور إن فعلها من باب المداراة ومن باب التقات ومن باب التخلص من شرهم فهذا لا بأس فيه ولا حرج، لأن المتقرر عند العلماء أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. ومن فإذن هذا الرجل الذي طلع عليه الفجر وهو لا يزال يجامع، فإننا نوجب عليه أن ينزع، نوجب عليه أن ينزع، وهذا النزع إنما يقصد به أن يتخلص من الحرام، فهو يباشر الحرام للتخلص منه، ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. ومن مسائل هذا الحديث أيضا لقد قاس العلماء الاحتلام على الجماع من باب أولى، بمعنى أن الاحتلام في نهار رمضان وبقاء الإنسان جنبا بسبب الاحتلام لا يضره، وهذا من باب قياس الأولى على الجماع، فإذا كان الجماع الذي يقع باختيار الإنسان لا تضر الصوم جنابته، فكذلك الاحتلام أيضا لا تضر الصوم جنابته، لأنه من باب الاضطرار لا من باب الاختيار، فإذا عفيت عن جنابة الاختيار فالعفو عن جنابة الاضطرار من باب أولى.
ومن مسائل هذا الحديث أيضا، إن قلت كيف نجمع بين ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا نودي للصلاة، أي صلاة الصبح، وأحدكم جنب فلا يصم يومه هذا. إذا نودي للصلاة، أي صلاة الصبح، وأحدكم جنب فلا يصم يومه هذا. كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث الباب الذي نشرحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم؟ الجواب: اختلفت أنظار أهل العلم رحمهم الله تعالى في وجه الجمع على أقوال. القول الأول أن حديث أبي هريرة هذا حديث ضعيف مرفوعا، وهذا قول صحيح، فإن هذا الحديث لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فإن قلت وإذا صح موقوفا على أبي هريرة أولا يستدل به أيضا؟ الجواب: لا يستدل به في هذه الحالة، لأنه قد عارض المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر في قواعد الحديث أن مذهب الصحابي ورأيه وقوله واجتهاده ليس بحجة إذا عارض المنصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: قول الصحابي حجة فأصغلي ما لم يخالفه دليل معتلي. فإذا تعارض قول الصحابي الموقوف عليه شيئا من المرفوع كتابا وسنة، فإننا يجب علينا أن لا نعارض قول الشارع بقول أحد كائنا من كان، ولا نتقدم بين يدي الدليل الصحيح باجتهاد ولا بقياس ولا بعقل ولا برأي ولا اجتهاد. ومن أهل العلم من أجاب بجواب آخر فقالوا: إن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. قالوا: إن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، وهذا القول بناء على تصحيحهم لحديث أبي هريرة مرفوعا. ويكفينا إن شاء الله الجواب الأول. ومن مسائل هذا الحديث أيضا: إن قلت، لقد ثبت عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يفتي بأن من أدركه الصبح وهو جنب أنه يجب عليه إتمام صيامه هذا ويقضيه من أيام أخر. هذا القول منقول عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، فقد روي عنه أنه كان يقول في من أدركه صبح الصيام وهو جنب أن يتم صومه ويقضيه. فالجواب أن هذا القول لا يصح لا أثرا ولا نظرا. لا يصح قول الحسن هذا رحمه الله تعالى لا أثرا ولا نظرا. أما عدم صحته أثرا فلأن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم، ولا حجة لقول أحد مع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هناك رواية في حديث الباب الذي نشرحه عند الإمام مسلم، وهي ترد قول الحسن هذا ردا صريحا، وهي قول عائشة رضي الله عنها:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي، وهي في صحيح الإمام مسلم. فإذا قول الحسن هذا لا يصح أثرا، وأما عدم صحته نظرا، فلأن المتقرر في القواعد أن الأصل براءة الذمة، فلا يجوز لنا أن نعمر الذمة بوجوب القضاء إلا وعلى ذلك دليل من الشرع، ولأن إيجاب القضاء حكم شرعي، والمتقرر في القواعد أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك أيها الإخوان، فلا يصح قول الحسن هذا، وليس بعمدة وليس بمعتمد لمخالفته للأثر والنظر كما بينت لكم. غفر الله للإمام الحسن ورفع قدره ونزله وجعل قبره روضة من رياض الجنة. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله، لقد ذهب بعض أهل العلم إلى قول آخر في صوم الجنب، وهي التفريق بين كونه عالما بجنابته أو ناسيا لها، فقالوا إن كان عالما بجنابته حتى أدركه الصبح وهو جنب فإن صومه باطل، وأما إن كان ناسيا لجنابته غير متذكر لها أو كان غافلا عنها فإنه حينئذ يعتبر صيامه صحيحا. وهذا القول مروي عن أبي هريرة أيضا وعن طاووس وعن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وغفر لهم وجمعنا بهم في الجنة. ولكن هذا القول لا يصح أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب ثم يغتسل، هكذا أطلق الراوي الرواية من غير تفصيل بين كونه ناسيا لجنابته أو ذاكرا لها، فالرواية وردت مطلقة. والمتقرر في القواعد أن ما ورد من الروايات مطلقا فإن الواجب بقاؤه على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل. فهم قيدوا هذا الحديث بكونه كان ناسيا، والحديث ليس فيه ذكر لهذا القيد، فنحن نطالبهم بالدليل الدال على هذا، ولا نعلم في الدنيا دليل ولا نعلم في الدنيا دليلا يدل على صحة قولهم هذا بالتفريق بين من تذكر جنابته أو كان ناسيا لها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، ذهب بعض أهل العلم في هذا الحديث إلى قول آخر وتفسير آخر، وهي أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما كان في النفل دون الفرض، فيرخص أن يصبح الإنسان جنبا في صيام النافلة، ولكن لا يجوز أن يصبح جنبا عمدا في صيام الفريضة، وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض. أنتم معي في هذه التفسيرات للحديث ولا لا؟ طيب، ولكن هذا القول ليس بصحيح أيضا، لا أثرا ولا نظرا. أما أثرا فلأن الرواية عندنا في حديث الباب وردت مطلقة من غير تفريق بين صوم نافلة أو فريضة، والمتقرر في القواعد أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يجوز تقييده إلا بدليل صحيح صريح. وأما نظرا
فلأن المتقرر في العلماء في عند العلماء أن كل حكم ثبت في الفرض فإنه يثبت في النفل تبعا إلا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس، أي أن كل حكم ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا بدليل الاختصاص. فإذا سلمنا جدلا بأن هذا يصح في النافلة فإننا ندخل معها الفريضة، لأن أحكام النفل كأحكام الفرض إلا بدليل فاصل، ولأن أحكام الفرض كأحكام النفل إلا بدليل فاصل. ونقول أيضا إن الأصل استواء المفسدات في صيام الفرض والنفل إلا بدليل يفرق بين مفسد هذا ومفسد هذا، فكل ما جعله الشارع مفسدا لصيام الفرض فإنه يعتبر مفسدا لصيام النفل، وكل شيء جعله الشارع مفسدا لصيام النفل فإنه يعتبر مفسدا لصيام الفرض إلا بدليل يخص هذا من هذا، أو يفرق هذا عن هذا، أو يفصل هذا عن هذا. فإذا كان وصف الجنابة من جملة المفسدات لصيام النفل عفوا لصيام الفرض فإنه جزما لا بد وأن يكون مفسدا لصيام النفل، كما أن الأكل والشرب عمدا يفسد الفرض ويفسد النفل على حد سواء، والجماع في نهار رمضان عمدا يفسد الفرض والنفل على حد سواء، والاحتجام في نهار رمضان يفسد الفرض والنفل على حد سواء. فكذلك لو جعلنا وصف الجنابة في نهار الصوم مفسدا لصيام الفرض فلا بد لزاما أن نجعله مفسدا لصيام النفل، أما أن نجعل مفسدا لصيام هذا وليس بمفسد لصيام هذا فهذا تفريق بين متماثلين، والمتقرر في القواعد أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين مختلفين. فإن قلت ومن قال بهذا من الأئمة، فنقول قد قال بهذا القول الذي رددناه آنفا الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، وغفر الله لعلماء المسلمين وأجزل لهم الأجر والمثوبة وأعلى الله نزلهم وذكرهم في الدارين وبوأهم الجنة وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. ومن مسائل هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على مشروعية ذكر ما يستحيى منه في مقام التعليم وتحقيق المصالح واندفاع المفاسد، فإنه لا حرج على الإنسان أن يفصل في مسائل يستحيى من ذكرها عادة إذا كان المقصود بذلك كمال التعليم والتنبيه والموعظة والتذكير أو تحصيل شيء من المصالح الخالصة أو الراجحة المعتبرة شرعا. فإن أم سلمة وعائشة ذكرا للصحابة هذا الأمر الذي تستحي منه المرأة عادة أن تذكره لأنه يخص فراشها، ولكن لما كان المقام مقام تعليم ذكرتا ذلك للناس، ولا يعتبر ذلك من قلة الأدب أو قلة الحياء لأن المقام مقام تعليم، لأن المقام مقام تعليم. وإذا كان لا ينبغي أن يستحيا في مقام التعليم من ذكر ما يستحيا منه فكذلك أيضا في مقام التعلم لا ينبغي أن يمنعنك الحياء من أن تتعلم دينك حتى تعبد الله عز وجل على بصيرة من أمرك، فإن من الناس من يحمله الحياء على ألا يتفقه في الدين فيبقى يتخبط في أخطائه ومخالفاته الشرعية بسبب كونه يخجل من سؤال العلماء عن هذا الأمر الذي يستحيى منه عادة، وهذا لا ينبغي. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت نعم النساء
نساء الأنصار كان لا يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قالته لما جاءت أسماء رضي الله عنها تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الجنابة وغسلها من الحيض. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فأم سليم قدمت هذا الكلام لتبين له أن ما ستذكره أمر يستحيى من ذكره عادة، لكن الذي حملها على ذلك هو إرادة التعلم ومعرفة حكم الله عز وجل في هذه المسألة. فلا ينبغي أن يحملنك الحياء على أن لا تتفقه في دين الله عز وجل، لا سيما في الأمور التي يحتاجها المسلم في دينه حاجة وجوب أو تتعلق بها صحة العبادة أو العقيدة أو المعاملة. فإن قلت وكيف يحمل الحياء صاحبه على أن لا يتفقه في الدين مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، فكيف يحمل الحياء بعض الناس أن يقعوا في المخالفات بسبب عدم سؤالهم استحياء؟ فهنا حياؤهم قد أوقعهم في الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، فكيف يكون خيرا كله وقد يوقع بعض الناس في المخالفة الشرعية؟ الجواب لا بد من التفريق بين الخجل والحياء، فبالتفريق بينهما يزول الإشكال إن شاء الله. فإن الخجل والحياء إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. وهذا السؤال مبني على عدم التفريق بين معنى الخجل والحياء عند اجتماعهما، وبناء على ذلك فنقول أما الحياء فهو خلق وغريزة تحمل العبد على فعل ما يليق عقلا وشرعا وعرفا. وبناء على ذلك فإذا رأيت الإنسان يتصرف بأمر يتعارض مع المقتضى الشرعي أو المقتضى العقلي أو المقتضى العرفي، فاعرف أن ما أصابه ليس حياء وإنما خجل، لأن الخجل خلق يحمل الإنسان على ترك المطلوب منه إما عقلا وإما شرعا وإما عرفا. فإذا دار في ذهن الإنسان سؤال عن شيء من أمور دينه فاستحيا من سؤال أهل العلم وبقي يتخبط زمانا في جهله، فما الذي يمنعه من السؤال؟ أهو الحياء الممدوح شرعا أم الخجل؟ الجواب إنما هو الخجل، والخجل ليس بممدوح كله ولا بمذموم كله، وإنما هو منقسم إلى ممدوح ومذموم. وأما الحياء شرعا فهو خير كله، ولذلك في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، أو قال الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن سعد إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه ما هو قربة ومنه ما هو ضعف، فغضب عمران حتى احمرتا عيناه، هكذا الرواية. فقلنا يا أبا نجيد إنه رجل صالح إنه لا بأس به. قال عمران ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟
قال فأعاد عمران ما قال، قال فأعاد بشير ما قال، فغضب عمران، فما زلنا نسكته ونهدئه. فالشاهد أن الحياء بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم واحد، فليس منه ضعف وليس منه طاعة، بل كله طاعة وكله قربة وعبادة وخير كله. فإذا الذي ينقسم إلى ممدوح ومحمود إنما إلى ممدوح ومذموم إنما هو الخجل. فالذي يحمل الإنسان على عدم التفقه في دينه في أمر يجب عليه أن يتفقه فيه إنما هو الخجل وليس الحياء. فبالتفريق بينهما يزول اللبس ويتحرر الإشكال إن شاء الله تعالى. ومن مسائل هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على فضل زوجات النبي صلى الله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فقههن وعظم علمهن وشدة حاجة الأمة من الصحابة ومن بعدهم إلى هذا العلم الغزير الذي خلفناه للأمة، فرضي الله عنهن وأرضاهن. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا حرج بأن يطلب العلم عند النساء العارفات العالمات، فلا بأس بذلك، وليس ذلك من ضعف الرجال ولا من الذلة أو المهانة. فإذا تفقهت المرأة في دينها وتعلمت شريعة ربها فلها أن تفتي ولها أن تعلم على حسب الضوابط الشرعية، وأن يتفقه على علمها الرجال، وأن تؤلف الكتب، وأن تنفع الأمة بما فتحه الله عليها من العلم النافع. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها فقيهة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، وكان الصحابة إذا اختلفوا في أمر فإنهم ربما رجعوا لها فتفصل بينهم بالتعليم الذي تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحضرني في ذلك مسائل متعددة، ولكن أخص بالذكر منها مراعاة للوقت ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: اختلف المهاجرون والأنصار في من جامع فأكسل، فقال المهاجرون: لا غسل عليه، وقال الأنصار: عليه الغسل، بل لا غسل عليه، فقال المهاجرون: عليه أن يغتسل، وقال الأنصار: إنما يكفيه الوضوء. فأرسلوني إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فسألتها، فقالت: يا بني على الخبير سقطت، يعني على العالم بهذه المسألة وحقيقة حكمها الشرعي سقطت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فإذا لا حرج على المرأة أن تفتتح موقعا في تويتر تعلم الناس، ولا حرج عليها أن تفتح موقعا على الشبكة العنكبوتية لتعلم الناس، ولا حرج عليها أن تعلمهم بصوتها أو كتابتها، لأن صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة ما لم يصاحبه تغنج أو تخضع أو تثن وتكسر أو دلال. فقد كانت المرأة تأتي في مجمع الرجال عند النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله وتخاطبه، والرجال يسمعون، وكان يجيبها ويقرها ولا ينكر عليها، ولا يقول لها لا تتكلمي في حضور الرجال. فصوت المرأة باعتبار طبيعته وذاته ليس بعورة، ولذلك يقول الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إنما نهاها الله عن الخضوع بالقول والتكسر والتغنج فيه، ولم ينهها عن
عن القول باعتبار ذاته، فلا حرج على المرأة أن تنزل مقاطع تعليمية بصوتها الطبيعي، لا بأس بذلك إن شاء الله، ولكن تعليمها للرجال لا بد أن يكون من وراء حجاب، لعموم قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا، إما متاعا حسيا أو متاعا معنويا كالعلم وغيره، لأن العلم متاع، فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على قاعدة عظيمة ندندن حولها كثيرا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته سواء في الأحكام الشرعية، فكل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فإنه يثبت في حق أمته تبعا، إلا بدليل الاختصاص، فلا يجوز لنا أن نخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الأحكام الشرعية إلا وعلى هذه الدعوى دليل من الشرع، لأن المتقرر أن الأصل في الخصائص التوقيف على الأدلة، ولأن هذا الحكم المذكور في حديثنا الذي نشرحه لو كان من جملة ما يخصه لما علمناه أزواجه للأمة، لكن لما نقلناه للأمة لم ينقلنه إلا لأن المتقرر في قلوبهن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لتقتدي به أمته. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الفقه الإسلامي في مسائل كثيرة، أهي من جملة خصائصه فتقصر عليه أم له ولأمته فتقتدي به أمته؟ فإذا رأيت خلافا من هذا النوع في بعض كتب الفقهاء فقف مع من قال بالتعميم حتى تنظر إلى قرينة من قال بالتخصيص، فإن كانت قرينة صالحة لدعوى الخصوصية فقل بها، وإلا فإن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل بيقين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن فيه دليلا على قاعدة أصولية أيضا، وهي أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، فلا يجوز لنا أن نحمل أفعاله على محمل آخر ككونها أفعالا طبيعية جبلية أو من باب الموافقة أو من باب الخصوصية إلا وعلى هذا الحمل دليل، فإن تأخيره لاغتسال الجنابة حتى يدركه الصبح وهو جنب هو من جملة أفعاله، فلما نقلت عائشة وأم سلمة هذا الفعل للأمة لتقتدي أمته به دل ذلك على أن المتقرر في قلوبهن أن كل فعل يصدر منه أنه تشريعي، وهذه القاعدة من أنفع القواعد أيها الإخوان، لأنك سوف تجد في الفقه الإسلامي فروعا كثيرة يختلف العلماء في حقيقة فعله الذي صدر منه، أهو من باب الجبلة أم من باب الموافقة أم من باب الخصوصية أم من باب التشريع، فمتى ما رأيت الخلاف في هذا النوع من المسائل فقف مع من قال بأنه للتشريع حتى تنظر في أدلة أصحاب الأقوال الأخرى، فإن رأيتها أدلة صالحة تنقلك عن هذا الأصل فانتقل إلى ما دلت عليه الأدلة والقرائن، وإلا فإن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل عنه بيقين. ومن مسائل هذا الحديث أيضا وفوائده أن فيه دليلا على بيان الحكمة من مشروعية تعديد النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، وذلك حتى يكثر نقلة العلم عنه في أموره البيتية الخاصة،
وذلك لأنه لو اقتصر على زوجة أو زوجتين مع كثرة التشريع الذي يكون في بيته فربما تنسى إحداهن هذا التشريع أو تغفل عنه أو تتباطأ في نقله للأمة. لكن قدر الله عز وجل شرعا وكونا كثرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجتمعن في نقل كل ما يصدر منه من أفعاله البيتية التي لا يطلع عليها إلا هن فقط. ولذلك لا ينبغي أن نقبل الدعاوى العريضة التي يطلقها من لا خلاق له من الكفرة ويستجيب لإطلاقها من لا خلاق له ممن ينتسب للإسلام من أن هذا التعديد للنساء إنما مبدأه الشهوة، فلا والله ما أصابوا ولا صدقوا، بل والله فجروا وكذبوا، بل والله فجروا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه لو كان مبدأ هذا التعديد الشهوة وهو رسول الأمة لانتقى الأبكار. لكن لو رأيت إلى أزواجه فإنهن على كثرتهن كلهن ثيبات إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهل مثل هذا الفعل يصدر من إنسان يغلب شهوته؟ الجواب لا والله، ولكنهم قوم بهت يريدون إسقاط هيبته صلى الله عليه وسلم من قلوب أتباعه، وأنى لهم ذلك. فإذا تعداد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم له حكم كثيرة مذكورة في غير هذا الموضع، هذا الحديث يطلعنا على واحدة منها، وهي نقل العلم الذي لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند واحدة منهن، كأمور الجماع والفراش والاغتسال ونحوها من الأمور البيتية التي لا يطلع عليها الناس ومن فوائد هذا الحديث أيضا، كم الساعة؟ سبحان الله، سرع الوقت. ومن فوائد هذا الحديث أيضا ولعلها الأخيرة، ولا أدري عن رقمها عندكم، أنه يجب على من أشكل عليه شيء من مسائل الدين أن يرجع إلى العالم العارف به، وذلك لأن الصحابة لما أشكل عليهم أمر الجنابة مع الصوم رجعوا للعارفين به، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يطلعنا على أهمية سؤال المتخصصين في العلم الذي يشكل علينا. فإذا أشكل عليك أمر من أمور الاقتصاد فارجع إلى سؤال العارفين به والمطلعين على تفاصيله ودقائقه، وإذا أشكل عليك أمر من أمور الطب فارجع إلى سؤال أهله والخبراء فيه، وإذا أشكل عليك شيء من أمور الشرع فارجع إلى من؟ إلى العلماء الربانيين الراسخين الذين يعلمون تأويله. فلا يجوز للإنسان أن يتخبط في سؤال من لا يعلم في أمر لا يخصه وليس هو من شأنه، كما هو حال كثير من الناس في هذا الزمان، فإنه تشكل عليهم المسائل العلمية فلا يطرقون أبواب العلماء الراسخين، وإنما يذهبون إلى من هو أدنى منهم منزلة، ممن ليس عنده معرفة كاملة ولا حكمة كاملة في تحديد نوع الجواب أو في مراعاة المصالح والمفاسد في قضية الجواب من عدم الجواب. وهذا أرى أنه من التخبط في أهل هذا الزمان، ولذلك يجب علينا أن نربي أنفسنا وأمتنا على أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر من أمور الشرع أن يرجع إلى أهل العلم العارفين به حتى يعبد الله على بصيرة،
ولأن الإنسان لا تبرأ ذمته بسؤال المفضول إذا كان الفاضل موجودا والطريق إليه متيسرا، والطريق إليه متيسر، فلا يجوز لنا أن نهمل هذا الجانب، لا سيما في مسائل الدين والتعبدات التي هي علاقة العبد مع ربه. فإذا كان دينك غاليا عليك فاعرف من تسأل، كما أن الإنسان إذا اعتلت صحته وخير بين طبيبين أحدهما لا يزال متخرجا للتو من كلية الطب، والآخر طبيب استشاري عارف عنده من الشهادات والزمالات ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، وقد ثبت على حسب التجربة في وصفاته وعلاجه أنه موفق في هذا المجال. فأسألك بالله، ستسأل من عن أمر صحتك؟ لا جرم أنك ستسأل الأفضل، وهذا الاختيار أحسنت فيه بناء على معرفتك لقيمة الصحة، فلما عظم أمر صحتك عندك عرفت من تسأل. فإذا جئت إلى أمر دينك وأخطأت في السؤال ولم تحسن معرفة من تسأل فهذا نابع عن عدم تعظيمك للدين أصلا. فلو كان دينك غاليا عليك وعظيما كصحتك لعرفت من تسأل ولعرفت من تطرق بابه. أما أن يتخبط الناس في سؤال هؤلاء الشباب المتحمسين بمجرد أنه رأى عليه لحية أو ثوبا قصيرا أو رآه يحفظ القرآن أو يحفظ شيئا من السنة الصحيحة فيجعل ذلك كافيا بأن يجعله واسطة بينه وبين الله عز وجل في تبليغ العلم وبيان الأحكام والشرع، فهذا والله لا تبرأ ذمته عند الله عز وجل يوم القيامة، لا سيما في المسائل في مسائل الأمة المصيرية يا إخوان، لا بد ألا نسأل عنها إلا أهل العلم الراسخين، وأن نعود أنفسنا أن نرد الأمة إلى سؤال أهل العلم في نوازل الأمن والخوف، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وطالب العلم في ابتداء علمه لا يوصف بأنه من أولي الأمر العلمي العلميين، بل لا يوصف ولا يدخل في مسمى أولي الأمر باعتبار العلم إلا من هو راسخ في علمه ممن يشير له الناس بالبنان في علمه وتقواه وفضله خبرته ودرايته واطلاعه وهكذا. فإذا طلبة العلم في مسائل الأمة المصيرية ليسوا من أولي الأمر الذين أمرنا الله عز وجل بسؤالهم، بل نخص السؤال في مثل هذه الأنواع من المسائل المصيرية التي يتحدد بها مصير الأمة من بقاء أو هلاك أو وجود أو عدم أو غنى أو فقر، نخص السؤال فيها بأهل العلم الراسخين. فالأمة والله ستكون في أمن وأمان وفي راحة واطمئنان وفي دعة وخير لا يعلمه إلا الله، إذا خصت في بيان أمورها أهل العلم رحمهم الله تعالى. نكتفي بهذا القدر حتى يكون شرح الحديث الجديد منفردا بدرس خاص، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل عندك سؤال؟